في سنة 1905 أصدر ألبرت أينشتاين النظرية النسبية الخاصة، وهي إحدى روائع العلم اللي سعى عباقرة العلماء لفك أسرارها. وبعد أن انتهى منها انطلق يبحث أكثر، حتى وصل بعد 10 سنوات إلى النظرية النسبية العامة اللي قدر من خلالها أن يقدم شرح أفضل للجاذبية. لكن السؤال اللي ظل يحير العلماء، كيف تعمل الجاذبية؟ كيف ممكن للشمس أن تؤثر على حركة ودوران الأرض اللي تبعد عنها 149 مليون كيلومتر بدون ما يكون فيه أي شيء يربط بينهم؟ لا كبلات ولا سلاسل، فقط فراغ. إحدى أوجه الإبداع في أعمال أينشتاين إن دمج بين الزمان والمكان، وسمي هذا الكشف الزمكان. وأضاف بعد رابع إلى الأبعاد الثلاث اللي إحنا نعرفها، وهي الطول والعرض والارتفاع، وهو بعد الزمن. عندها تغير فهمنا لعلم الكون كله. ثم انطلق العلماء يسبرون أغوار الفضاء حتى وصلوا إلى الثقوب السوداء. والسؤال هو، ما هي الثقوب السوداء؟ لما تسأل حد شو هي الجاذبية، شو بيقول لك؟ بيقول لك هي الطاقة اللي تجذب الأجسام لبعضها. لكن هالتصور خاطئ، لأنه وفقا لأينشتاين نظرية النسبية العامة، الجاذبية هي انحناء بالزمكان بسبب كتلة الأجسام الموجودة فيه. حبيبي يقول طيب شو هو الزمكان؟ أينشتاين دمج بين الزمان والمكان. وعلشان أوضح أكثر خلينا نشوف التالي. تخيل أنك عندك قطعة قماش كبيرة على فوهة برميل. إذا حطينا كرة معدنية بمنتصف الغطاء سيتشكل انحناء دائري في الوسط. الآن لو جبنا كرات وخليناها تدور حول الكرة المعدنية اللي في الوسط، بنلاحظ انحناء في قطعة القماش، وراح تدور الكرات حول الكرة اللي في الوسط. والسبب هو ليس جذب الكرات لبعضها البعض، وإنما بسبب الانحناء في قطعة القماش أو الزمكان. هذه القماشة تمثل المساحة الفضائية في مجموعتنا الشمسية، والشمس هي الكرة المعدنية الموجودة في المنتصف، وباقي الكرات هي الكواكب. وفي الفضاء لا يوجد احتكاك بين الأجسام، ولهذا فإنها تسبح في المدار نفسه وبسرعة نفسها. على الرغم من أن النظرية النسبية العامة لأينشتاين تثبت وجود أجسام هائلة الجاذبية في الفضاء، إلا أن أينشتاين نشر ورقة علمية عام 1939 قال فيها أن الثقوب السوداء غير موجودة. تصوروا. لكن اللي صار كان العكس تماماً، هو أن النسبية العامة تستخدم اليوم للبرهان مش فقط على وجود الثقوب السوداء، بل أيضاً على أن هذه الثقوب تمثل الحالة النهائية اللي راح تؤول إليها الكثير من الأجسام السماوية. لكن السؤال هو الآن، ما هي الثقوب السوداء؟ الثقوب السوداء هي كتل مركزة جداً، وهي موجودة في مختلف أنحاء الكون وتتمتع بجاذبية هائلة، وتجذب كل شيء يقترب منها، سواء كانت غازات أو نيازك أو كواكب أو نجوم، حتى الضوء ما يقدر أنه هو يهرب منها. يعني ممكن نشبهها بالدوامات اللي تصير في البحار من العواصف والأعاصير، فتبتلع كل شيء يصادفها حتى السفن وترمي بها في القاع. لكن الثقب الأسود لا يتألف من ماء طبعا، بس كلمة الثقب تخلينا نحس أنه عبارة عن فراغ، بس الواقع هو عكس هالشيء تماما، لأن تركيز المادة بالثقوب السوداء كبير جدا لدرجة يصعب تصورها. هذا التركيز هو سر الجاذبية الخارقة الموجودة فيها. يعني أي شيء يدخل الثقب الأسود ما يطلع منه أبداً، لأن كل ثقب أسود له مجال يحيط فيه اسمه أفق الحدث. هذا الأفق ما يسمح لأي شيء لما يدخل بداخله مهما كان حجمه مهما كانت سرعته أن يخرج منه. حتى الضوء اللي هو أسرع شيء في الكون لا يستطيع حتى الضوء أن يهرب من أفق الحدث. طيب كيف نشأت هذه الثقوب؟ هناك صراع مستمر في داخل النجوم بين الجاذبية اللي تحاول أنها تمسك بمحتويات النجم، وبين الانفجارات النووية اللي تحاول أن تدفع مكونات النجم إلى الخارج. يعني الجاذبية تمسك والانفجارات تدفع، ومع الوقت تستهلك الطاقة النووية وتنخفض الانفجارات، فتبدأ الجاذبية بالتغلب، وفي لحظة سريعة جداً تدمر الجاذبية النجم وتنهار مكوناته إلى الداخل،
وتنضغط المكونات بقوة عالية جدا. وبحسب كتلة النجم فإنه إما يصبح نجم نيتروني أو يتحول لثقب أسود، واثنينهم جاذبيتهم قوية، ولكن جاذبية الثقب الأسود أقوى بكثير. العلماء كانوا يعتقدون بأن كل ما يعبر حدود الثقب الأسود يفقد للأبد لما في ذلك المعلومات، ولكن العالم البريطاني الشهير ستيفن هوكينج وهو أحد أكبر علماء الثقوب السوداء يعتقد بأننا علشان نفهم الثقوب السوداء علينا أن نطبق النظرية النسبية ونظرية فيزياء الكم معا. لكن السؤال هو شو يعني فيزياء الكم؟ في الوقت اللي أصدر فيه أينشتاين النظرية النسبية ظهرت نظرية فيزيائية أخرى على يد صديقة ماكس بلانك سميت نظرية ميكانيكا الكم أو كوانتم ميكانيكس. أينشتاين بحث في اللامتناهي بالكبر مثل الكواكب والنجوم والمجرات، بينما في ميكانيكا الكم يبحثون في اللامتناهي بالصغر مثل الذرات والإلكترونات والبروتونات وغيرها. يعني فيزياء الكم هو العلم اللي يتعامل مع الأشياء الأصغر على الإطلاق، وبسببها قدرنا نحن اليوم نفهم الحمض النووي وتكنولوجيا النانو، وخلتنا نخترع الليزر والترانزستر، وضاعفت قدرات الكمبيوتر ليصبح فائق السرعة، وهي السبب بأنكم تحملون هواتف ذكية الآن. نرجع لستيفن هوكينج اللي قال في عام 1970 بأن الثقوب السوداء تصدر إشعاعات، في هالعملية تفقد طاقة ومع الوقت تتقلص حتى تنتهي وتختفي. لكن هذه الجزيئات المفقودة من الثقب الأسود ما تعطي أي أدلة على الشيء اللي في داخل الثقب الأسود. وعلى الرغم من أن هوكينج اعترف لاحقاً أنه كان مخطئ وأن المعلومات ممكن أنها تتحرر من الثقوب السوداء، إلا أن إمكانية وكيفية استرجاع هالمعلومات من الثقب الأسود ظلوا موضوع النقاش. ومن هنا كانت المفارقة الكبيرة اللي تقول كيف ممكن أن تنطبق قوانين فيزياء الكم علينا وما تنطبق على الثقوب السوداء. السؤال الآن هو هل فعلاً الثقوب السوداء تصدر إشعاعاً؟ الجواب مثل ما تقول فيزياء الكم هو أن الجسيمات لا تصدر من داخل الثقب الأسود بل من الفراغ خارج الثقب الأسود مباشرة. لكن الشيء اللي حير العلماء هو إيش يصير للمعلومات المتعلقة بالحالة الفيزيائية للأشياء اللي يبتلعها الثقب الأسود. فهمنا للنسبية العامة يقول إن المعلومات راح تدمر، لكن هذا الشيء سيشكل انتهاك لقوانين الفيزياء بالعموم، لأن العلماء يعتبرون كل شيء مشفر بمعلومات كمومية، وبحسب قوانين الكوانتم فيزيكس فإن هذه المعلومات يجب أن لا تختفي أبداً حتى لو سحبت داخل الثقب الأسود. هذه القضية شغلت الفيزيائيين لأكثر من 40 عاماً. أصر هوكينج على أن الثقوب السوداء تدمر المعلومات للأبد، ونشر ورقة علمية لإثبات هذا الكلام باستخدام معادلات رياضية، فنشبت حرب بينه وبين العالم الكبير ليونارد ساسكند. فساسكند ما كان مرتاح من كلام هوكينج لأنه يخالف إحدى أهم المبادئ الفيزيائية، وهي أن المعلومات لا يمكن أن تدمر. تصوروا أنه على الرغم من أن الثقوب السوداء غامضة نوعا ما وغير مفهومة تماما حتى الآن، إلا أنها ساعدتنا على الوصول لاكتشاف قد يغير نظرتنا للكون، وقد يفتح نوافذ جديدة على أشياء ما زالت غامضة في عالمنا. اكتشاف خلانا نوصل لهدف كان العلماء يسعون خلفه من عشرات السنين، وتنبأ به أينشتاين قبل 100 عام تقريبا. وأخيرا تمكننا من رصد موجات الجاذبية لأول مرة في التاريخ. مع هذا الاكتشاف صار بيد العلماء أداة جديدة لا تقدر بثمن، وهي القدرة على سماع الكون عبر موجات الجاذبية. في صباح 14 سبتمبر 2015 اخترقت موجة جاذبية كاشف مرصد لايغو للجاذبية في ولاية لويزيانا، وكانت صادرة عن ثقبين أسودين تصادما قبل 1,300,000,000 سنة، ونتج عن اندماجهما تحويل ما يزيد عن 3 مرات على كتلة الشمس إلى طاقة خالصة على شكل موجات جاذبية. وخلال جزء من الثانية كانت الطاقة المشعة من هالموجات تزيد 10 مرات
على القوة الضوئية لكل النجوم والمجرات الموجودة في الكون المرئي مجتمعة. لكن السؤال هو شو يعني موجات جاذبية؟ موجات الجاذبية أو gravitational waves هي تموجات في الزمكان، وتصير بسبب تصادم الثقوب السوداء أو بسبب دوران النجوم النيترونية حول بعضها، وممكن أنها تصير بسبب انفجار نجمين. LIGO هو واحد من عدة مراصد أرضية تدرس موجات الجاذبية مثل فيرغو في إيطاليا وكاغرا في اليابان ولايغو المستقبلي في الهند، وفيه بعض الأدوات اللي يخطط العلماء لاستخدامها في المستقبل مثل شيء اسمه مقياس التداخل الليزري الفضائي المطور اللي يسمونها اختصاراً ليزا، وهو نظام هوائي في الفضاء مؤلف من 3 مركبات فضائية تبعد أكثر من 1,000,000 كيلومتر عن الأرض. ومن خلال هذا النظام راح نقدر أن ندرس الظواهر الكونية العجيبة مثل موجات الجاذبية وغيرها. هذا الاكتشاف نال اهتمام كبير من العلماء والصحافة الدولية، واختارت مجلة ساينس كاكتشاف العام 2016. تعرفون ليش؟ لأن مجرد رصد ارتطام ثقبين أسودين شيء مهم في حد ذاته، فهي أول مرة نتأكد فيها أن هالصدامات اللي ذكرها العلماء في نظرياتهم ومعادلاتهم الرياضية تصير فعلاً، أي أن العلم اللي قاعدين نستخدمه لفهم الكون هو علم صحيح ونقدر أن احنا نثق فيه لمعرفة أسرار كونية أخرى. العلماء يأملون الآن في استخدام الموجات الجاذبية لدراسة النجوم النيترونية ذات الكثافة الهائلة. هاي النجوم رغم صغرها، لكننا لو خذنا كمية مكعب من السكر منها وحطيناها على الأرض لبلغ وزنها 1,000,000,000 طن. تصوروا. أيضا هذا الاكتشاف بيساعدنا على فهم كيف نشأ الكون من خلال دراسة الآثار اللي خلفها الانفجار العظيم. أحيانا تبدو بعض التجارب والدراسات كأنها نوع من أنواع الطرف الفكري، وساعات يتوصل عالم إلى نظرية أو كشف علمي ثم يرحل دون أن يعرف تطبيقات هذه النظرية. لكن التاريخ علمنا بأن هذه الجهود هي اللي ارتقت بالجنس البشري ومنحت الإنسان رفاهية وصحة وإدراكا أفضل. ما حد يعرف بالضبط شو هي الفائدة اللي احنا بنستفيدها من فك ألغاز الثقوب السوداء، لكنها رحلة للبحث عن الحقائق. مركبتها العلم، وقودها الفضول، ودليلها العقل، وتلك أجمل رحلة يمكن أن يحظى بها الإنسان في حياته. هي لحظة الكشف البعيد.